قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق. حياكم الله أخواني وأخواتي متابعينا على اليوتيوب والتيك توك. في البداية تحية خاصة من أعماق قلبي إلى أهلي وأحبتي اللي اعتز بيهم من أيام العسكرية ولحد اليوم، أهل البصرة، أهل الكرم، أهل الغيرة، أهل النخوة. هذول الأبطال اللي رفعوا راسنا بكرمهم، بأخلاقهم، بالضيافة اللي استقبلوا بيها الوفود الخليجية، وهذا الأمر يسجل لهم إلى يوم الدين. هذا هو العراق الأصيل، هذا هو ابن العراق، ابن الكرم وابن الشهامة وابن الغيرة. هذا العراق اللي رفع راسنا وخلى نظرة العالم تختلف عن العراق. أنا ما أتكلم عن هذه العصابة الحاكمة بالعراق، ولا إلي شغلة بكرة القدم، ولا إلي شغلة بخليجي 25، ولا إلي شغلة بكل هذه. أنا شغلي على أهلنا النبلاء أهل البصرة، أهل الغيرة، اللي عاشرتهم سنوات واللي ما لقيت بوفائهم وإخلاصهم وطيبتهم. أهل البصرة، أهل الكرم، أهل الغيرة، أهل الدواوين اللي فتحوا بيوتهم أو فتحوا قلوبهم قبل بيوتهم. هذا يسجل إلكم يا أهل البصرة الغيارة. البصرة وما أدراك ما البصرة، البصرة الفيحاء، بصرة العراق، قلب العراق، ثراء العراق. للأسف كثير من أهلنا الطيبين في البصرة قاعدين على هذا البحر من النفط وما مستفادين منه، بس انتوا راويتوا العالم كرم العراقي وكرم البصراوي بالتحديد، وأهل الجنوب الأبطال الغيارة، وهذا لا تملق ولا أبد، لأنه أنا عاشرت أهل البصرة ودخلت بيوتهم، مضايفهم، شفت الكرم والأخلاق عد هذول. تحية من القلب لكل أهل البصرة، من أصغر طفل إلى أكبر شيخ، نساء ورجال، شباب وشابات، على هذا العمل اللي فعلا العراق يفتخر به. موضوع حلقتنا الليلة مثل ما تعودنا راح يكون بدون رتوش. نريد نعرف من محبين ومعادين الرئيس صدام حسين، نريد نعرف شنو اللي قدم الرئيس صدام حسين للعراقيين من استلام حزب البعث عام 1968 لحد إسقاط نظامه عام 2003 على يد المحتل الأمريكي الإيراني بتعاون للأسف قادة العرب، ما نتكلم عن شعوب، وللأسف تكالبت كل الأمم على العراق وسقط هذا البلد اللي كان يحتضن العربي والخليجي وكل دول العالم كانت تيجي. إن ما كانت تعمل فكانوا ضيوف أو زوار أو يعني
وصل بلدنا، هذا البلد اللي كنا نفتخر به ليل نهار أصبح أقدر بلد في العالم بعيون العالم، أصبح الجواز العراقي آخر العالم، أصبح الدينار العراقي آخر العالم، أصبح الانحطاط الأخلاقي آخر العالم أو أول العالم، أصبح الشرف والغيرة مجرد كلام صفحات، مع جل احترامي للعوائل الكريمة اللي بقت على أصولها وبقت على طيبتها وأخلاقها، بس للأسف العراق في الوقت الحالي أسوأ بلد في العالم. مع العلم أدنى أموال، أدنى ثروات تعيشنا وتعيش غيرنا، والعراق من جنوبه إلى شماله ينطلي ذهب وبعد ثرواته موجودة. أريد نعرف هل كان الخطأ في الرئيس صدام حسين أو الخطأ في الشعب؟ هل الرئيس صدام حسين فعلا كان قاعد على كرسي حكم، أو كان قاعد على سبتتنج أو منهول؟ ومن انزاح هذا الكرسي طلعت علينا هذه الحشرات، وطلعوا علينا ناس في حياتنا كعراقيين لا شفناهم ولا عرفناهم ولا راح يصيرون عراقيين، ولاهم للخارج، سرقاتهم للخارج، شوهوا سمعة العراق، شوهوا سمعة ابن الوطن، فرقوا الشعب، زرعوا الطائفية، وباقي الحال لليوم. أخويا أستاذ حمد حياك الله أبويا، العراق هذا اللي كان يمشي راسه مرفوع من يقول أنا عراقي، هذا العراقي اللي دافع عن كل الدول وشارك جيشه في كل الحروب، إن كانت في فلسطين وفي سوريا، ومقابر شهدائنا موجودة لحد الآن في فلسطين المحتلة، في سوريا، في كل بقاع العالم، الأردن موجودة. العراقي أبو نخوة، العراقي صاحب غيرة، العراقي من تنخا يطلع يجيك يضيفك يحطك بعينه، ولو طلبت الحماية منه يدفع دمه ورقبته قبل ما أحد يمسك. هذا العراقي وهذا ابن العراق وهذا اللي عشنا عليه من 2003. لو تراجعون وتشوفون الوضع كيف صار، وحضراتكم تعرفون وعايشين في العراق واللي عايشين برهم راح تعرفون درجة السقوط اللي وصل به العراق. بنات ليل يتحكمون بمصير شبابنا أو بمصير أي شخص يحاول يتكلم كلمة أو يجيب طاريها للخاتون، تقول له شيل تليفون وشيل كذا، وانتهى. وكثير شباب بتليفون واحد من بيت ليل، أما أهل القرون اللي شاديها فهم اللي يحكمون، لأن كل ما يسمى بقادة العراق من أصغر واحد إلى ما يسمى برئيس الجمهورية المطفي اللي ما يعرف رأسه من رجله، كلهم زرعوا الفساد بالعراق وخلوا الناس تجوع، وخلوا الناس تبيع أعراضها، تبيع شرفها، تبيع أخلاقها على مود حفنة دولارات هنا وهنا. من نجي نتكلم نقول هذول الزبالات اللي جدتي حكمة العراق، يقول لك هذا تاج راسك. من تقول له المضاجع هم سبب خراب العراق، يقول لك ذول حموا عرضك.
من تقول له الشيخ الفلاني والمعمم الفلاني هم دمار العراق، يقول لك هذا لو ما هو كان الشيشاني نايم على أختك. هذا اللي الاسطوانة المشروخة اللي نسمعها يوم بعد يوم. ولما تتكلم تقول له هذا سليماني والخايس هذا أبو مهدي المهندس خونه قتله، يقول لك لو ما هم كان عرضك السمهتوك وهذولا دافعوا عن العراق. شلون واحد محسوب على العراق مطلوب لكل دول العالم إرهاب مثل هذا الفاطس المهندس اللي اعترف بأنه هو كان مهندس عملية تخطيط أمير الكويت الشيخ جابر الله يرحمه، واللي هو راح إلى إيران وتزوج بإيران وصار إيراني أكثر من الإيراني نفسه، بس يجي للعراق يقتل العراقيين وهدم المدن على سكانها ويقتل الأطفال ويدمر كل شيء وسرقات وجحش محشي وما أعرف شنو، حتى من فطس وأمير المؤمنين ترامب سواهم كباب في المطار دفنوه في إيران. تصوروا هذا الولاء لهذول الحثالات اللي سموهم حامين الأعراض وهم عرضهم ما صايني، ويقول لك هذول شهداء، لا لعنة الله عليهم إلى يوم الدين على كل قطرة دم بسببهم وبسبب إجرامهم وبسبب ولي سفيههم اللي موجود ومتواجد في إيران. ذبحوا العراقي من الوريد إلى الوريد، نهبوا العراق، نهبوا ثرواته. البنوك الخاصة كانت مسيرة مدة تقريب 20 سنة لتمويل إيران وسرقة الشعب العراقي، وبقى الوضع على ما هو عليه لليوم. إيران ما محتاجة حصار وما حصار، ما مهتمة، لأن عندهم حديقة خلفية تزودهم بالدولارات، وإجانا مختان العصر نوري تنكة اللي مليارات المليارات دزها إلى إيران بدون توقف ولليوم، وحط فلان وعلان وجاب فلان وجاب فلان حتى بس يدعمون إيران. وتحكي يقول لك دول شهداء، ولولا إيران كان العراق انتهى، ولولا إيران ما كان هسه خلاص الدواعج جايين وقاعدين. هادي العامري يطلع يصيح احنا من آل البيت، لأن محبي لآل البيت وآل البيت براء منكم ومن كل دجلكم، احنا آل البيت ما يخلونا نعمر العراق لأن البعثية واقفيننا، لأن النواصب ما يريدونا، لأن الدواعش يريدون تكون أعراضنا، وعلى مود هذا مدى نقدر نبني العراق. أي حزب بعد تتكلم عنه؟ حزب البعث صار مجرد فيسبوك، صفحات اجتماعية، ماكو شيء اسمه حزب بعد. من راح قاعدة راح حزبه، انتهى. ماكو شيء يقول لك أنا قيادة وأنا رحت وراح أسوي وراح أرجع بابا، ماكو هيك شيء، ماكو هذا الأمر. وحتى اللي بقى بالقيادة فهسه عبر 60 و70 و80 وتوفى أو بالسجون، واللي بقى نفسه كالعادة موجودة موجودة، هذه بكل دول العالم الخيانة. ولولا الخيانة ما كان صار بالعراق اللي صار، ولولا الخيانة ما كان أمريكا وغير أمريكا دخلت شبر واحد للعراق. الليلة نريد نفتح اتصالات وأعطي رأيك براحتك، وخلي نسمع من المحبين ومن الكارهين، بس ما تطلع تحكي لي روايات مثل ذاك الرجال وقال وذبح ومثرمة. وها نريد نعرف
ولو يعني الرئيس صدام حسين راح إلى رحمة الله بين بيد رب العالمين. فنريد نسمع من عندكم بعد هذه 20 سنة اللي مرت على العراق من 2003 ولحد يومنا هذا، شنو الإنجازات اللي قدمها؟ أن كل هالزبالات اللي استلمت العراق من 2003 ولحد يومنا هذا، احنا بشهر الواحد 2023 جيش ما موجود، عندنا شيء اسمه جحش محشي، ولأنه مو قانوني بدأوا يسووه ألوية تابع لوزارة الدفاع ومتصل بما يسمى القائد العام للقوات المسلحة، وقائد العام للقوات المسلحة ما يقدر ينقل له جندي أو يطلع تفتيش على مكان موجود وجرف الصخر موجود، يلا روحوا طلعوا سجناء، طلعوا المعتقلين، طلعوا اللي تريدون تتفكرون به، خلي نشوف بطولات محمد الأرجنتيني اللي طالع يوميا أنا رحت وأنا جيت وإطاري وما أعرف شنو. وهذا الخبل هالمرة مقتدى الصقل هم راح يطلع يقول لك أنا راح أرجع مثل ما تعودنا عليه، انسحب روح ارجع نصبوا لي خيمة، يلا عزلوا الخيمة، بوس الجكسارات وبوس التايرات، وهذا حال العراق ماشي. أما للدول اللي دا يفكرون الأبطال اللي مسمين نفسهم احنا راح نسوي أحزاب وراح نغير وراح نرجع العراق إلى وضعه، خلينا ناخذها منطقيا ونتكلم كيف هذه الأمور تمشي. أمر العراق من 2003 ولليوم لا بيدي ولا بيدك أنت العراقي ولا بيد أي شيء اسمه عراق، بيد قوة عظمى وبيد دول ممولة وبيد أجهزة مخابرات. كل من يقول لك غير هذا الكلام قل له انشبه قعد بيتك. أمريكا لو تريد تشيل هذولا، احنا ساعة بيش تساعدنا؟ 8:15 توقيت لندن، باكر 8:15 بهذا التوقيت يخلوهم كلهم متطافرين على حدود إيران، لا مقاولة ولا مماتعة ولا كل شيء، كل شيء ما تشوف. هذا العراق ملتزمته دول عظمى، أمريكا وبريطانيا وفرنسا وتركيا وكل هذه الدول متكالبة على العراق. هذا داعم طبعا كل ممثلين ما يسمى بالحكومة العراقية، لا تمثل شيعة ولا تمثل سنة ولا تمثل أي طائفة أو قومية أو دين أو مذهب في كل العراق. هذه المسميات اللي أنا مثل سنة وأنا مثل شيعة كلها خراب، لأن أهلنا الشيعة تأذوا أكثر من السنة والسنة تأذوا أكثر من كل دين ثاني، أما أهلنا المسيحيين واليزيدين فهذولا الله يساعدهم المسحوا دمروا البلد، زرعوا الطائفية. لا أنا ولا جدي ولا أقوى واحد لو هسه تجيبون المزرعة كلها وتحطوها ما راح يصير شيء. القوة العالمية تريد يبقى العراق على هذا المنوال، جوع، فساد، سرقات، اختلاسات. وأحلى شيء هسه أمريكا تريد تجمد 20 إلى 22 بنك اللي استوها صحة أمريكا، هي مو قصة، هي مرتبة الأمور. أمريكا قالت للحرامية يلا هذه البنوك أملوها، بريطانيا قالت لهم هذه البنوك أملوها، مثل ما سووا ويا غير دول وقعدوا يحجون وتعالوا تعالوا 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 جيبوا فلوسكم وجيبوا كذا، و
دقمة واحدة داسوها كل شي راح، لا بقت فلوس، قالوا لهم قعدوا ونشبوا ولا تتدخلون ولا أبد، هذه كم مليون روح عيش بيها ونشب لا تجينا بعد. فهذه البنوك انوضعت تحت الحصار أو الخزانة الأمريكية وبعد ما يتنفسون. وحتى الدولار المتواجد في العراق أرقامه كلها موجودة في أمريكا، بدقمة واحدة يدوسوها مثل ما صار في ليبيا لما أمريكا عدها. أمريكا شوفوا يعني اللي ما يعرفوا بهذا الأمور، لما تبعث مليار مليارين دولار إلى العراق أو إلى أي مكان، فمن الدولار الأول للمليار أرقامه كلها مسجلة بالبنوك أو السنترال بنك مال أمريكا، يعرفون هذا الرقم من هذا الرقم إلى ذاك الرقم راح لفلان دولة. فبدقمة واحدة هذه العملة تتحول إلى صفر، يعني كاغت تواليت حشاكم ما راح يتعاملون به. ولهذا أنت شفتوا من صار اللي صار به ليبيا، شفتوا المليارات الدولارات اللي انسرقت وكذا، وهسه قاعد يبيعوها بتركيا بنص سعر بربع سعر، لأن ما يعني ما تمشي ولا تتصرف ولا أبد، لأن صارت ورق تواليت ما تمشي، لأن أمريكا قفلت عليها. فهذا الوضع راح يصير بالعراق، والدولار راح يصعد، والمجاعة راح تكثر، والدمار راح يكثر. لا تتصورون أكو خير جاي للعراق ما طول دول الحشرات متواجدين. راح يجي يقول لي واحد شنو الحل؟ الحل ما موجود. الحل هو واحد قلنا ونقوله ونعيده، ثورة عارمة من الفاو إلى زاخو، شعب ينسى شيء اسمه طائفة، شعب ينسى شيء اسمه قومية، شعب ينسى شيء اسمه فلان أو علان هذا تاج راس. أسبوع واحد العراقيين راح يلزمون حكم العراق، عاد هم بيدهم يخلون حكم عسكري لحد ما يتنظم الأمر في العراق، وبعدها يختارون رئيس، لأن احنا الحكم البرلماني شفتوا الفشل مالته يعني من تأسس لليوم. العراق ما ينحكم إلا بحكم جمهوري، حتى احنا نعرف كعراقيين هذا رئيس الدولة وهذول وزراء هم يتحملون كل مصيبة أو كل شغلة تصير بالعراق. أما نظام برلماني وهذا الأفندي فرس النهر يريد يسوي له تنظيم وروح يدخل انتخابات، هذا متصورها الشغلة سهلة، متصورها بأنه يلا تعالوا هاي التشرينيين، شفتوا الشباب الحلوة هذه شلون استشهدت وراحت وركبوا الموجة جماعة الميليشيات وراحوا كم واحد سلبوح مسمى تشريني، دخلوا للانتخابات اشتروهم بكم فلس، صوت التشرينيين راح. فهذه العصابات انعرفت، لا ثورة تشرين ولا ثورة تشريب ولا فلان ولا علان، كل عراقي يفكر بعراقيته، ما يفكر أني ابن فلان عشيرة، ابن فلان مذهب، ابن فلان دين، ابن فلان ما أعرف شنو، والله أني أمشي ويا عشيرتي لأن عندي وزير بالحكومة، عندي فلان دا استفاد منه، عندي كذا دا استفاد منه. يتجرد من كل هذه الأمور وحط العراق بين عيونه، العراق يرجع. إذا تتأمل، وهذا بالأحلام أنا أقول لك روح غطي نفسك ونام، إذا تتأمل تجي دولة خارجية مرة ثانية وتجي تحررك، هذا الأمر ما راح يصير بالأحلام ولا راح يجيك ولا أبد. أكو تكتلات، العالم تغير، شفت روسيا هسه مع نورث كوريا، هذا كوريا الشمالية، إيران معاهم، الصين معاهم، أمريكا وأوروبا على أساس متحدين، بس راح هذا الاتحاد هم راح يتفلش،
لأن بسبب أمريكا الاقتصاد الأوروبي دا ينزل والوضعية خربانة. اليوم في هذا البلد الخزي اللي أنا قاعد به بريطانيا اللي يقولون أنت ليش تسبهم إذا قاعد يمهم ما تروح تولي بلدك، هو أنا عندي بلد حتى أبقى هنا أنا هذا البلد حشاكم الخايس؟ أنا ما عندي بلد، عندي بلد يحتوي على ميليشيات، يعني بعدنا بس يقول مرحبا بكم في بغداد بعدنا بالطيارة أنا مسويني شيش كباب مثل سليماني. أنا ما شايف مطار الديرة ميليشيات، أنا ما شايف مخابرات الديرة عصايب وما عصايب وقصايب وفلان وفلان. هذا مو دولة، هذه يعني أنتوا غلبتوا حتى المكسيك بالعصابات مالتكم، يعني حتى الشيطان ضرب زاوية وقال لك أني دولة غلبوني 100 سنة ضوئية. لعبتوا بالبلد، دمرتوه، دمرتوا اقتصاده، دمرتوا أخلاقه، وكل واحد حاط لي محبس مقد راسه وتيس الخزعة اللي لابس له ساعة زين مثل هذه فيليب باتريك زين 70-80 ألف دولار ويقول لك احنا مقاولة احنا مماتعة. زين انتم مالكم هذه الاراضي وهذه المليارات وهذه الجكسارات؟ وين قائد الاصلاح ابو الجكسارات؟ مكيف ذاك اليوم صورة جديدة طلعت له قاعد عبالك وحدة مطلقة رجلها شامرة بالشارع وقاعدة على الرصيف تدعي عليه. هو هذا العراق؟ إيران تحتاج، لأن العراق قال دورة الخليج العربي 25 تقول لهم لا محتاجين هذا الخليج الفارسي، وراح تشوفون الذيول راح يعتذرون. صحيح خلي الأمور تمشي وخلي تنتهي هذه الدورة مع الخليج 25 وراح تشوفون المذابح وراح تشوفون اللي راح يصير. مليارات صرفوا الدولارات بحجة دورة الخليج، انتم ما سويتوا شيء. أهل البصرة الغيارة سووا، أهل البصرة اللي فتحوا بيوتهم ومضايفهم، وفخر أن من يطلع إماراتي قطري كويتي سعودي يقول أهل العراق أهل البصرة بالتحديد غرقونا بضيافتهم، ما خلونا نطلع فلس من جيبنا، أكل وشرب وكذا كله على حسابهم في مضايفهم. هذا ابن العراق، حتى لو كنت انت بالعمارة راح تصير نفس الشيء، في بغداد نفس الشيء، في أربيل ودهوك وسليمانية راح تشوف نفس الشيء، في ديالة في الأنبار راح تشوف نفس الشيء، في كل محافظات العراق. العراق العراقي أبو غيرة، العراقي أبو نخوة، العراقي مضياف، يحب أخوه الخليجي العربي. أنتوا لا تهتمون يا شعب الخليج لهذه الحثالات اللي قاعد تحكم العراق، نبقى نحبكم، أنتوا جيراننا، أنتوا أخوتنا، إن كان في الدين في الإنسانية، إحنا ما لنا شغلة بالحكام. الحكام لأن هذه السياسة، الحكام دائما يمشون في سياسة معينة بسبب ضغوط أو بسبب إجراءات، يشوفون مصلحة البلد وين، الضغوطات الخارجية هذاك الوقت يحددون. بس احنا كشعوب مع الإماراتي مع الكويتي مع القطري العماني البحريني احنا كنا أهل وأصدقاء ومتناسبين ومتزاورين. إن شاء الله يرجع العراق إلى أصله وتجونا ونجيكم ونشوف هذول اللي فرقونا، نشوف ذول الخزي والعار أذناب إيران وغير أذناب تركيا وأذناب ما أعرف منه، مصيرهم العار إذا مو اليوم فباكر. التاريخ يسجل، التاريخ رغم
يحاولون بشتى الطرق تزوير هذا التاريخ، بس التاريخ يسجل والتاريخ ما يرحم. اي نعم اخوي حمد، بلد الحضارات وان شاء الله يرجع، بس ما اتصور في حياتي مثلا يجوز في ابنائي احفادي في الوقت الحالي. صعب 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 يعني انت ما تقدر تروح الا مثل ما قلت لك، الامر بيد امريكا وبريطانيا وهذه الدول العظمى اللي تقدر ترجع العراق مثل ما فلشتها تقدر ترجعه. فالسياسة الخارجية في لهذه الدول العظمى تريد العراق يبقى على حاله، شعب مذلول، عصابات حاكمة، ميليشيات تدمر وتمشي وتهتك أعراض وكذا، يعني بربكم طفل يطلع صاعد جكسارات وسلاح وبعدين يطلع يعتذر أنا يتيم أبويا شهيد وما أعرف شنو، أبوك شهيد الله يرحمه، بس منو هذه السيارات اللي وراك والسيارات اللي قدامك؟ تطلع وحدة راقصة عارضة أزياء ما أعرف شنو بسيارة شرطة والضابط يمها يقول لحبيبتي مرتاحة وعالق الصفارات وتمشي، هي هذه دولة؟ تطلع وحدة تهدد أشلع رتبتك لأي واحد أكبر خشم أدوسة ودي يطلعون صوت وصورة، هي هذه دولة؟ حتى لما كنت تقولون زمان صدام حشاكم بنات الليل يدورون، اي نعم كان اكو ما حد ينكر، واتحدى اي واحد ينكر، وحتى اللي يحاولون يجملون الصورة لا كان موجود، بنات الليل كانوا لهم في السيطرة معينة، بس مو بهذه القوة مو بهذه الفضايح والتصوير وعلني. وحدة مطلوبة ومحكوم عليها تروح بجكسارة إلى خليجي 25 وتدخل الملعب كأنه رئيس دولة داخل، مو وحدة بالشارع. هذه دولتنا يسيروها بنات الشارع والطنطات، واللي ما يعرف شنو الطنطات خلي يكتبون بالتعليقات العراقيين. بلدنا ضاع، بلدنا راح، من اللي رجعه؟ انت، انت يا العراقي. شوفوا اني اشقد حاقد على هذا اللي دي يحكمون بالعراق، بس والله قلبي هالكبرى صار من شفت البصراويين وضيافتهم وترحيبهم بأهل الخليجيين. فعلا فعلا رجعت على أيام زمان اللي كان زمن الطيبة والأخلاق، ومن كنا احنا العسكريين ننزل ونروح حتى لو إجازة بسيطة أو ساعات معدودة، والله كنت أنزل للبصرة النساء والرجال يشلبون بينا، اللي يعطينا يقول تفضلوا هذا أكل قدامكم، هذا مي إلكم، تفضلوا هذا البيت بيتكم، طبوا غسلوا. هذول أهل البصرة اللي أنا أعرفهم، ولليوم إن كان شيوخ في البصرة إن كانوا ناس عاديين باقين على اتصال وباقين على نفس المحبة، لا نحكي بشيعة أو سنة وعرب وكرد، يقولوا لي أنت كردي، أنت جابك علينا، أنا أفتخر كردي وأفتخر أصولي كردية وأفتخر بكل شيء في دمي اسمه كردي، يعني أبويا وأمي أكراد، يعني شو تريدوني أطلع باكستاني أطلع هندي؟ بس حاط العراق أولا وأخيرا. تحكي تقول لك كردي، روح عاتب صلاح الدين الأيوبي، مو كان كردي لو هم هندي. شو وقت ما تطلعون من قوقعة هذا المرض اللي يسومي أنت شروقي أنت معادي أنت كردي أنت ما أعرف شنو، هذاك الوقت بلدنا راح يرجع. بس إذا بقينا بهذه
التعالي على أخوك العراقي ما راح نرجع بلد ولا نبني بلد ولا أن شغلة ببلد، راح نبقى هذا طويل هذا قصير هذا كذا. العراق يراد له أبديت. أبديت بيش؟ أول شيء لازم تسوي للأبديت هو الأخلاق، لأن إذا عملت الأخلاق كسبت الشارع، لأن الأخلاق من تعلمه للطفل ما راح يأذي، ما راح يجرم، ما راح يخلي أخلاقه غير بطريق ثاني مثل ما ذول المجرمين أولاد الشوارع. أرد أقول حتى أولاد الشوارع في بعض الأحيان تصير عندهم غيرة، بس ما أعرف شو أسمي ذول اللي يحكمون. أنت من تعطي جاهل سلاح ومال فتصور كل شيء يطلع من عنده. عندي ناس خليجيين اتصلوا بي دزوا لي رسائل يحشون حتى إذا انتقاد، بس ما سبيتهم ولا سبوني ولا سبوا العراق ولا أنا سبيت بلدانهم. فيا عراقي، إذا فعلا أنت تريد ترجع هذا البلد فالأمر بيدك، ترى لا أمريكا تجيك ولا بريطانيا تجيك. إذا هذه السياسات الدولية ما تغيرت فأنسى البلد شيء اسمه عراق، راح تبقون في هذه الأمور. يعني أبربكم كانت 50 ميليشيا، وصلت أكثر من 160 ميليشيا. كل من انفصل عن ميليشيا سواله ميليشيا، كل من انفصل عن تيار سواله تيار. وعلى هالحال العراق من 2003 اليومنا هذا. نفتح الاتصالات، اللي حب يتصل أهلا وسهلا بي. قلنا نشوف هل باقين احنا على هذا المستوى في العراق، ونشوف لوين راح توصل. ألو نعم. ألو نعم. ألو تفضل. شلونك عني دكتور لطيف؟ الله يحفظك أبوي، الله يخليك. الله يسلمك ويحفظك دكتور لطيف. أنا جدا سعيد جاي أحكي وياك. الله يبارك بعمرك، هلا بك أخوي. الله يسلمك. أنا كرار من بغداد. حياك الله أخوي كرار. الله يسلمك دكتور. دكتور بالبداية بس خلي أعطيك نقطة معينة، بأن يعني أنا صراحة يعني ما ملحق على زمن صدام، بس يعني جاي أشوف الوضع حسن. نعم. وصراحة يعني اللي جاي أشوفه المشكلة الرئيسية حاليا هي بالشباب. نعم. الشباب المندفع، الشباب اللي يقدس الميليشيات. ايه. الصراحة يعني من خلال نظرتي للشباب ومعاشرتي ياهم، يعني بسبب عن نفس العمر ياهم. نعم. جاي أشوفهم بأن يعني ما عندهم انتماء. وهو هذا اللي دا نتكلم عنه، شلون نخلي الانتماء يرجع. ما عنده انتماء البلد، ما عنده انتماء يعني يشوف اي جهة معينة يستفاد من عدها. صراحة خل اكون واقع وياك يعني. نعم نعم. هو احنا ليش قلنا اليوم خلي كل واحد يطلع اللي بقلبه؟ بالضبط. مثلا انا عندي اصدقاء شباب وياي. نعم. صراحة يعني اغلبهم متعلمين، تمام. فمن يشوف مثلا اي برلماني اي واحد يوعده بمجرد تعيين يكون العبد، وتشوفه بالفيسبوك يدافع عنه، بالتليفون يدافع عنه، وبالشارع يدافع عنه، بمجرد ان وعده قال له ها باكر اكبر مني يصير تعيين انا ان شاء الله بملك مكان اجيبك وياك. فالصراحة هذا شو خلينا نسميه التجيش اللي جاي يستخدم هذول السياسيين هو بهذه الطريقة. أخوي أقطع كلامك بخير، هذا محمد الأرجنتيني عود يحدى من إنجازاته عين 500,000 شاب في وظائف. طيب باكر عقبه النفط نزل مثل ما نزل ديش المرة، أنت من راح توفر رواتب لهذه الملايين؟ لأن إحنا مو دولة صناعية ولا دولة تنتج، احنا كل شيء حتى الأبرة نستوردها. عيشتنا عن النفط، شيء يطلع من النفط نوزع رواتب وبوق. زين
باكر عقبه هذا النص مليون اللي انت عينته صار انخفاض بالنفط مثل ما صار عدة مرات، والدول العالمية دائما تلعب بالموازين وتلعب بأسعار النفط والغاز والطاقة. إذا تريد تفلش بلد تنزل سعر البترول وخلص زين، وين راح تطي وجهك بعدين؟ ما بقى دولة بالعالم مدائن العراق من عنده. زين واحد يجي مثل هذه الوزيرة تروح توقع عقد قرض مع اليابان مليار وما أعرف شنو دولار، زين ما هذا كان زهير بيتكم ماخذ مليارين ونص، ما يحتاج قرض، اخذ الفلوس من عنده، شلون تطلقون صراحه؟ واحد بايق له طفل باكيت كلينس تحكموه 7 سنوات، هي هذه العداله؟ تفضل اخوي كمل. اي نعم دكتور، فدكتور هي هاي المشكله. وبالمناسبه يعني طرقت الموضوع التعيينات، وحاليا موجود اكو يسموه مجلس الخدمه الاتحادي اللي هو صارت عن طريق التعيينات. صح. فدكتور يعني هذا المجلس يعني ظاهريا هو وعود على اساس عن طريقه هو جاي يتم التعيينات، بس هو مو عن طريقه، عن طريق الميليشيات وعن طريق الاحزاب وعن طريق فلان وعن طريق فلان. جيب ورقه منا وجيب ورقه منا، جيب ورقه منا وجيب ورقه منا، انا عن طريق تم التعيينات. بالضبط. فدكتور يعني الصراحه انا قلت لك يعني مواليد يعني جدا صغير، انا 94، فما طولت العمر، طولت العمر ان شاء الله. الله يسلمك، الله يسلمك دكتور. فصراحه يعني من سنة تبوع الحلقات مالتك انا طبعا تابعت يعني الصندوق الاسود كله ورحله الشرق من الغرب همين شبتن كلين، وجدا استمتعت بهن، وعدت اكثر من مره. الله يسلمك. جدا استمتعت بهن. وبصراحة يعني من أشوف اللي يعني اللي عشتها بذاك الوقت وقانا ويا عمري، يعني أصلاً أكو شغلات تعيشها يعني أصلاً موجود بالدنيا. فدكتور يعني المشكلة اللي جاي أشوفها حالياً هي المشكلة بالشباب. بالضبط. الشباب انتماء اللي جاي يصير لأي شخص ينطي عمل وبالأخص الوظيفة. بالضبط. إذا وعدت بوظيفة أنت ملكت الشباب كله. ولذلك هذا التجمهر اللي جاي يصير حول السياسيين وحول ذول المندفعين اللي دافعوا لهم عن طريق الفيسبوك، عن طريق صح. الإعلام. ودكتور انت قبل شوية كنت تحكي على التشرين، نعم بالبداية طلعنا احنا كشباب صدق كان دمنا محترق صح. بس الصراحة دكتور يعني ورا فترة نقول فد أسابيع أو شيء، لا دكتور تغير الوضع، تغير 180 درجة. صح صح. جت ناس يعني اي ما هو هذه يصعدون الموجة، وهذا مقتدى السطل قال انا ويا التشرينيين، هو ذبح التشرينيين، هو راح اختالهم ببيوتهم وخطفهم وعذبهم، معروفة القضية. والله دكتور يعني كل شباب راحت، وشباب لحد الان يعني ما نعرف عنهم اي خبر، يعني وين راحوا وين صبوا. الله يساعدهم ويرحمهم ساعد اهاليتهم. اي والله، اي والله دكتور، الله يصبر اهاليتهم. فدكتور يعني صراحه الشباب حاليا يعني بسبب موقف تشرين يعني صارت عندهم رده فعل وصار عندهم خوف، يعني بالضبط اي يعني بالضبط. من تصير مظاهره او شيء يعني نشوف الشباب اكثريتهم ينسحبون، صارت فقط المظاهرات لصالح الميليشيات او لصالح البرلمان الفلاني، هم يظاهرون على نفسهم الفلاني. يظاهرون على نفسهم بالضبط، عندهم مشكله بيناتهم، جابوا لهم ذول المواعديهم بالفلوس والمواعديهم بالمناصب والمواعديهم بالتعيينات، دار مدارهم سووا لهم مظاهره بيناتهم. اما الشباب اللي ما عنده شيء دكتور صارت عندهم رده فعل بسبب المظاهرات مال تشرين. بالضبط. انا اشكرك هوايه اخوي الغالي، انا جدا جدا سعيد بسماع صوتك دكتور. الله يسلمك ابو سؤال اخير يعني اتفضل على مدى طوقت الأخوة البقية. دكتور الكتاب اللي راح يصدر هذا الـ 40 شيء راح ينزل بالعراق، والله هو بالإنجليزي هو بالإنجليزي بس إن شاء الله حاول، يعني ما هي تعرف هنا أنا أكو عقود بيني وبين مثلا الشركة، مو يعني مثلنا بالعراق جيب وطبع، لازم تأخذ يعني رغم هو كتابي بس لازم اخذ موافقه من الشركه الناشره واترجم او يعطوني حقوق، تصور هو كتابي ويعطوني حقوق مثلا الى
دولتين أو ثلاثة مع العلم هو كتابي زين. فهذا المصيبة لهنا يعني دكتور حتى بي دي اف أو شيء ما راح نقدر نشوفه؟ لا لا ان شاء الله عني يعني مو اكو اتفاقات معينه ما نقدر نحكيها على الهواء زين. هذا اقود وممنوع واحد اصلا يدك يعني يحكيها. نعم نعم دكتور فهم. شكرا دكتور وجدا سعيد بسماع صوتك. الف هلا. شكرا دكتور. الف هلا. مع السلامه. يجيك عيل لك نص مليون ناخذ هذا الاتصال. انقطع ترى من عندك مو من عندي اخويا. اذا تحاول مره ثانيه تتصل. الو نعم. الو السلام عليكم دكتور احييك واحيي كل مشاهديك والله يحفظك ويعطيك الصحه والعافيه دكتور. انا وياك واحيي انسابتك السواعد ما شاء الله هم اللي يحكمون العراق الساعدي انسابتك. حياك الله. انت مو متصل دكتور. قبل اي متصل بيك بس انا اعتذر لك حبيب قلبي. يلا مو مشكلة انا خيك عراقي. ما طولك عراقي على راسي تفضل. الله يخليك يسلم راسك اخويا ابو عمر. شوف احنا عندنا مثل يقول حب وحكي وكره وحكي. قول. فانت لا تزعل يعني هذا صاحبك هذا انت تعرف من وانا اقصد يعني ان شاء الله تصفى النيات يعني ما يعني كل متابعيك هم يحبوك وعراقيين وأشراف وأبطال من هزاع المزعيل إلى غيرهم إلى كلهم يا أخي. نعم. وحتى المشاركين يعني بقناة هذا شو اسمه النزار والله العظيم كلهم طيبين وعراقيين أقسم لك بالله العظيم يا أخي عمر ماكو داعي تزعل عليهم. لا لا اسمح لي بس خلي أوضح لك شوية. أولا اللي يحب العراق اللي يحب العراق ما يسب اخوه العراقي. صحيح. انت لا لا اسمح لي اسمح لي. اتفقنا ما اتفقنا مع الرئيس صدام حسين الرجل مات راح الى دار حقه. تتفق؟ تتفق؟ ايوه يا صح راح خلص راح كانت مرحلة يعني انا ما اريد انزل صدام حسين. اسمح لي احنا موضوعنا الرئيس صدام حسين راح بزين بشين بأخطاء بكذا الله يرحمه يغفر له. هذا مو شغلنا هو ورب العالمين ما لنا شغل. بعد من واحد يجي يفتح له قناة يقعد ما عنده غير عرض أخت أم أي شخص ما يمشي على مزاجه وخاصة النساء رأساً يقول ها عاجبش عدي يجي كذا يسوي لج عاجبش كذا صدام حسين أصل غجري التكارتة هيجي أهل الرماد هيجي أهل الموصل يتقوقع في زاوية معينة مع طائفة معينة. احنا إذا تقوقعنا في طائفة أو قومية ما راح نبني وطن. هذا الشخص إنسان صحيح. مريض واللي تابعه هم مريض مثله لأن أنت تقدر تقرأ بين السطور وأنا متقصد جبته للقناة هنا. أنا ما مستضيف أي واحد من فتحت القناة لليوم. أنا استضفته على مود أراوي العراقيين هذا شنو وراويتهم إياه وشفته من يام الله وشفته المن يتبع يعني إحنا يحكي ويسب ويغلط وهذه بس بالتليفون من يحكي وياه غير شكل ومن يحكي بس هو أخ اتفضل أي. اتفضل شنو أخ لطيف حبيبي أخ لطيف والله العظيم يعني أنا بالنسبة لي هو صح يعني استغل ذول الناس الطيبين ذول كلهم كل متابعين نزار هو هذا نزار شو اسمه هذا نزار مو نزار أي كل متابعي والله يعني ذولا كانوا ضايقين يعني عندهم مصائب كانت عندهم مشاكل اخي مع النظام يعني يا اخي انت قاعد تحكي صدق بس ما جاب سيرتك بسوء اخي العزيز ما جاب سيرتك استغل هاي القلوب الطيبه استغل ما جاب ما اوقف 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 محمد علوان الباقي غيرهم. لا 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 محمد علوان هذا اسمح لي هسه هذا محمد حشاق كريان دخل يسب ولد الرفيقات ما ولد الرفيقات.
احنا لا ولد رفيقات مع الاسف. بس خليني اكمل يعني شوف بالصياح الصياح عمره ما راح يجيب لك نتيجه، وبالصياح ما راح توصل للمكان. هذا الشخص مريض، مرض شنو؟ الدولار. ترى لا يهم حضرتك ولا انا ولا العراق ولا على شغله بشيء اسمه عراق. يعني انت حضرتك هسه احنا كنا تأدينا، انا ما يعني اكو واحد اكثر مني تأدى، بس من يذكرون هذول الاشخاص. كانت عندك مشاكل صح كانت ما عندك علاقات وصارت لا عندك مشاكل. ما يخالف ابويا لو باقين عايشين لليوم اطلع اتعارك وياهم وانشر الغسيل، بس ما طول راحوا ماتوا الى رحمة الله. زين انت حضرتك تقول لي هو ما جايب طارية، انا اقول لك شلون ما جايب طارية. الانسان المتحضر والانسان الراقي زين ما يجي زين، انا شو اسمي لطيف يحيى يكتب خفيف خفيف لحية، ما يخالف انا ما يهمني لطيف بريمز. قبلها يا اخوي يا ابوي ابوي انت قبلها، انت اللي بديت يا حبيبي. انا بديت انت اللي بديت انا بديت انا سمعت انا مو انا كنت متابعكم لفتي. اوقف انا بديت. لا تاخذ مكان الشيطان، روح تابع. لا روح تابع اول شيء. انا ما بديت طلع بث قلت لابنك دي يغلط علي برسالة، ورسالة موجودة عندي زين. احتمال ما لا 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 لا, لا. مو انت يا اخي يا اخي افتهم، لا تصير مدافع ايه؟ الشيطان. انا عمري لا ما دافع والله العظيم ما اقول اوقف اخويا حتى لا ناخذ وقت لان كثير متصلين. انا بحياتي ما معتدي على اي شخص، بس اني اذا واحد اعتدى علي سبني غلط علي اسد حلقي مالي شغل اعوفه بمستوى. بس من توصل مرحلة يسب عرضي واختي اللي ميتة ويجيب له واحد رحمة الله على روحه الله يرحم ازواجها من سواعد زوجها زاعدي اخويا يعني لا ويقول عليها مرة مو خوش كانت تطلع بالتلفزيون لا وكذا لا وما لا اسمع 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 بس اسمع وتطلع ويا فلان ولليوم هذا موثوق يقول هذا الابولية الشحماني موثوق ليس امام الزوجة ولا ابد. المرة راحت دار حقها تركت 4 ايتام ورجلها احمد الساعدي، روحوا سألوا علي ببغداد منو احمد الساعدي ومنو ابو. يعني تعرف يعني رجلها دا يشتغل شغل مضبوط، وان شاء الله راح نلتقي وراح تشوفون اللي راح يصير. تعرف ذولا السواعد الله ما يجرعهم. انا اعرفهم يا حبيب قلبي، انا هم من عشاير، انا يعني منك وبي يعني انت صح عندك. انا جياشي من بني حشيم يا حبيب قلبي، بس اقول لك نعرف العشاير بس ما يخالف يا ابويا انت افهمني. انا ما بديت بدأ هو بالسب والغلط وابنه، فدزيت له رسالة قلت له أخوي أبو ليث والله بكل احترام والرسائل موجودة، ابنك ده يغلط علي بالبث، أنت كنت معايا بالبث وأخونا هزاع غلط بعد ما جماعتك غلطوا، فأنا نيابة عنه لأن أنت ضيفي وهزاع أخونا أدمن القناة غلط عليك، كنت على الهواء وروح شوف اللقاء. أعتذر باسمي إلك لأن أنت ضيفي وحسبها علي. هذه مشية من الرجال، الاعتذار مو ترى مو غلط صحيح زي. بس أنا اللي أتمنى أنا أكبر منك أخي أخي خليه أكمل حبيب قلبي في دوار وحلك بس أبويا بس اسمح لي حتى تصير الصورة واضحة، لأن ألف واحد مثلك قال لي أنت بديت. فدزيت له رسالة بالبث قلت له اعتذر لي مثل ما أنا اعتذرت لك، والاعتذار ترى مو عيب، فكتب لي الرسالة موجودة صار أبو عمر تدلل راح اعتذر بالبث، وكتبت له أنا الرد رأسا هذه صفة الفرسان.
لا اعتذر ولا ابد. بعدين يقول لي روح دق راسك بالحائط. فانا رحت دقيت راسي بالحائط وراح اراويه لطيف بريمز منه ولطيف كذا. عمر فدوى روح لك، انت انسان طيب. الله يصفي القلوب. لا الله لا يصفي قلبي، الله لا يصفي قلبي ويا هذا، الله لا يصفي قلبي ويا هذا. انا سامحت كثير من الناس ولا لي شغله بيهم ونهائيا، حتى اللي غلطت بحقهم صار بيناتنا سوء تفاهم واعتذرت. اعتذار مو عيب، مو عيب، تعرف شنو؟ صح. لا والله انا من شيم الرجال والله العظيم. بس تجي تحكي على الاعراض، تحكي على الاعراض وتحكي على هذه، اقسم بالله، اقسم بالله اختي واخته هم كل احنا عراقيين وعراقيين. كل عراقيه هي اختي وعرضي. صح. بس انت واحد مثل هذا، واحد مثل هذا يا شريف، واحد مثل هذا لازم يتربى. واتصور الرساله وصلته هسه، وصلته بالقانون، انا ما اقول له. وتنبيه للمشاهدين اخوتنا هن اللي شافوا الفيديو اللي قاعد اتكلم بيه عن مركز الشرطه، ما افتهموا العمليه لان ما كانوا متابعين المهزله مويا هذا. فانا رحت المركز الشرطه ورحت استهزاء بي، وان شاء الله اسوي لكم فيديو هم شلون انا اروح للبنك واسوي لي شركه وهميه واخذ لي كم مليون الغفه، وهم نسوي لكم فيديو شلون العمليه تصير هنا أنا ببريطانيا. والقشامر مالته اللي يقولون اي واي، ولو قلت ما اريد اذكر اسمه بعد. ناخذ هذا الاتصال. الو نعم، الو نعم حبيبي شلونك؟ الله يسلمك، الف هلا بيك اخويا. انا هلال ذاك يوم خابرتك. الف هلا. ايه هلا 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 بهلال. شلونك؟ اقول لك اكو قصه صغيره. نعم. خلي المتصلين كل ما يطول فد اربع دقائق او خمسه. والله يا اخي استحي انا اقطع الناس تستحي. يعني تستحي، انت مبين تستحي. والله استحي لان ما اريد اكو شغله. نعم تفضل. صح، اكو شغله صغيره. هل انت توافق اكو فد قضيه مذكوره؟ نعم. بكتابنا المقدس. نعم. تقول خيركم عند الله اتقاكم. اتقاكم صحيح. صحيح؟ يعني صح. ما له علاقة إيراني، فلسطيني، مسيحي، مسلم، كذا، ما لا لا، الإنسانية أول شيء يا أخي. ماشي، بس أنا عندي وإحنا متفقين على هالكلمة هذه. نعم. يعني بكتاب مقدس خيركم عند الله أتقاكم. طيب. شيعي سني مني كذا مسيحي. زين، أنا راجعت فيديوهات الأخ الفاضل. نعم. اللي كارشي خمسة أمتار. من نابش يعني ماكو منطق انه تخلي وراك باك جراوند، ما يخالف خلينا شوي احكي ايش كم احكي انجليزيه. تفضل تفضل. يعني يخلي وراء باك جراوند مونيتور تلفزيون. نعم. حفلات عدي والحسين، العتبات المقدسه وحفلات عدي، بعدين يرجع مرت الاخ حزب البعث والحسن والحسين. شنو هالربط هذا؟ ما افتهم. انا اقول لك هذا اول شيء قانونا. نعم. بقانون اليوتيوب هذا ما يسمح به. اوكي، من لا لا، انا سؤالي من انت؟ ما يعني انت شو تسوي؟ ما هي القيمه السلبيه في الشعب؟ هو ايش ذا يسوي؟ انا هذا السؤال يجي. انا اعتبرني واحد شخص مسافر قاعد بالشارع. شنو القيمه الثقافيه اللي تقدمها للشعب؟ اهلال حبيبي اخويا، اهلال حبيبي اخويا. اكو ناس عندنا بالعراق وخارج العراق. نعم. جهله قافلين على شيء اسمه لا ماضي. لا لا لا، اسمح لي اسمح لي. يا استاذ ابويا انت، ما هو 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 عرف ذولي المشاهدين غير يعرفون ما هي الفكره وما هي الايديا. ما هو شوف عرف يعني معقول. نعم. عرف وقرا عقليه متابعينه. زين، قرا عقليه المتابعين ما تشيردون ناس حاقده على صدام وعدي وكذا وكذا، لهم حق، كل شخص له حق، تحب صدام ما تحبه بكيفك، هذا شغلك. زين، فعرف عقلية النماذج دولة. زين، من طريقة ثانية جابها، ما طول هذه الفئة تكره صدام حسين فهم تابعين لمذهب فلاني اللي هم أهلنا وإخواننا وحبتنا الشيعة.
فقال لك اربط هذا بهذا، اللي يحب الحسين والعباس راح يكون بقناتي، واللي يكره عدي وصدام وهذه راح يجي بقناتي. هي هاي القيمة الثقافية اللي تقدمها. ما هو شو معرفه بالثقافة أبويا أنت؟ هو شو معرفه بالثقافة؟ وإحنا اتفقنا زين ماشي أكثر العرب وأكثر المسلمين والمسيحيين والبوذيين يقول لك أحسن السيء صدام هو أحسن السيء. خلي أقول لك فلسفة سالفة. نعم. أنا ما أحب صدام. ماشي بس أكو قضية. بس هذا الامر خاص بك، انا ما اخرب صداقتي وياك لان تكره صدام. جاي جدا بس اكو شغله، اكو شغله صغيره، اكو شغله صغيره. نعم. لازم عنده محاسن. انا درست بزمن صدام ببلاش، صح، كليه ببلاش، ما تشتغل اكو حصه ثمانيه، لازم تعطي حسنات. زين انت مشكلتك انه الحرب الايرانيه العراقيه وحزب البعث، خلي نقول من 79 السيد الرئيس صار رئيس. نعم. مشيئه القدر، اكو شيء يسموه امن قومي. أنت مهدد من شيعة كسرى يا خليج يا عرب. في كل دول العالم في أمن قومي، صح؟ أنت مهدد من شيعة كسرى. نعم. يا خليج، فمشيئة القدر ماكو غير العراق عشان يدافع عن هذا أمن قومي يا أخي. صح. أمن قومي عشان لازم أدخل بحرب. أقول لعاني بوقتها أخلال أخلال أقطع كلامك بخير. أني قلت له بوقتها افتهمتها، أني قلت له باللقاء يا معود إيران اللي بلشت هي قصفة الحدود، وفي تقارير في مجلس الأمن سميها شيعة كسرى هو بدليل دقيقة على الأمن القومي. نعم. أنا تجي المرة حصلها 11 شهر حرب روسيا وأوكرانيا. ايه؟ هذه بزنس وأمن قومي بالضبط. زين ولا لا؟ لو أنا غلطان؟ لا لا أنا وياك صح، أمن القومي للبلدان لهم حق التصرف بأي طريقة. لو هي بين أمن قومي يا أخي غير يفهم غير البشر اللي يخابرون يحكون إياه. بطل هاي السوالف هذه، نطلع لعدي وحفلات عدي ويطلع الحسن والحسين والعتبات المقدسة. عشان الحركات هذه هاي موجودة يا يعني ما دافتهم هالتكنيك هذا ليش؟ لا التكتيك هذا على مود الدولار، على مود كذا، على مود دي يعرف الزباين ما تمنوه. بس هذه ترى كلها مجرد وقت، صدقني كل هذا راح ينتهي. زين انت جوابك تقتنع انه خلقنا احنا دولة اقليمية؟ نعم دولة اقليمية تأثر علينا القوى الكبرى. طبعا احنا مسيطر علينا، حتى الصومال مسيطر علينا هسه. الف رحمة على ذاك الاب الطيب 100%. هذه انا اعتقد في وانت لازم من تلعب رياضه لازم تخلي في يوم من الايام انه حتدخل مبارزه سواء تركض سواء ملاكم. صح. فمن تقرا كثير لازم في يوم تأدي رايك. صح. هذه مره انت حكيتها في انجلترا، انا هم انبش ورا الواحد. نعم. من قلت لجماعه الحكيم والمعروف ايش والكذا وفلوسهم برا. اي نعم موجوده طلعت صحيحه. حياك الله. رجعت بعض المعلومات القديمه، يعني هذه امور بدات من تامين النفط. ترى انا مو قلتها، تتذكر اني اخو ست سبع شركات نفطيه انا تملك العالم اخوي العزيز. تتذكر قبل سنوات قلت دمار العراق بلش بتاميم النفط، لان يس لان هذه بريطانيا. نعم. بريطانيا. نعم. كل شيء ولا عالمية. تتقرب على النفط مالتها. على اي اساس حشاك؟ من انت بالضبط؟ صحيح. بس صحيح. لا موني بوقتها شلون تحكي هي تأميم النفط يا اخي اللي عارف سياسة ودار السياسة، هذه البلدان مو سهلة، هذه بلدان احتلت. نعم. العالم. انت تجي على غفلة تقلب الميز، والله ثروات الشعب للشعب، لا ثروات صارت للشعب ولا الثروة راحت والنهبت وكل اللي دا يصير بالعراق هذا بسبب تأمين النفط. انا ارجو المتصلين الشخص اللي ما اريد اذكر اسمه ما بيه حل. لانه اسمه مقزز. خلي واحد يخابرك. ما يخابرون ودعتك لان ما يعرفون. زين ماشي خلي هو سيسمع. اي طبعا هو قاعد. ما هو مشروعك في العراق؟ يدخل انتخابات. وين وش راح يسوي؟ لا هسه انا اقول لك اكو صفحات رسميه .org، ماكو هذا اللي تسوي بيها استفتاء او تجمع مثلا 100,000 على مود البرلمان يصادق عليه.
خلي يفتح له صفحة ويكتب هذا مات الحركة ال 56، خلي يشوف كم واحد راح يشترك بيه. زين خلي يشوف كم واحد راح يشترك بيه. كان أتمنى هاي الصفحات والتكنولوجيا اللي عندنا اللي كان كنا يعني تعرف شعب محصول لا انترنت لهذا. زين ما هسه الثقافة موجودة يا أخي، راجع من أنت أخوي، ما هو المستقبل أخوي هلال، عرف من أنت أخوي هلال. نعم. أنا يعني ما أقدر أقول أنا السياسي لأن أكره هذا الكلام، أخوي فراس حبيبي تعيش، ما أقدر أقول أنا السياسي لأن ما أحب أذكر هذا الاسم، بس السياسة درستها تعلمتها شفتها وعشت وياها، انفرضت يعني أكو أمور في الحياة تنفرض عليك، يعني هي حياتنا تنفرض مرات، أكو أمور أنت ما تحبها بس تنفرض عليك لأن من خلال يومياتك تصير. فأني أنا أعرف تشكيل الأحزاب كيف يكون وكيف. أنا من ذكرت تعال شنو الحزب مالك، كل حزب كل تنظيم بالعالم أكو مبادئ أولية لهذا الحزب. زين كل ما يسألوه تعال وين المبادئ، ها راح نسويها بالاجتماع الثاني، ويا وين تجتمع بيهم، وين تجتمع بيهم، ومن هو من اللي راح يجي يجتمع وياه. زين انت اذا قلنا تكنولوجيا اجتماع عبر الفيديو شات خوش، بس ماكو اولا قانون انه حضرتك عايش في امريكا، امريكا بالتحديد يمنع منعا باتا انشاء اي حزب معادي لدولة ثانية. لا على اي اساس؟ ماكو، لا هو القانون الامريكي هذا، القانون البريطاني يسمح بالمناسبة. بس أقاطعك بشغلة، أنت ذكرتك زينة حترجع أتكلمك الموضوع. نعم تفضل. إحنا في بعض الأحيان من نحكي على أمريكان ليس الشعب. لا شعب غير شيء، إحنا كنا ما نتكلم يعني نهائياً على الشعوب. حتى لا باكر واحد يقول مثل اللي يقول لك موت بريطانيا شلون تحكي يعني شعب شادي. أنا ما لي شغلة بالشعوب، أنا هذا السياسة. شوف اليوم حضرتك كم. اليوم حضرتك هسه اليوم بالتلفزيون بالأخبار طلعت فضيحة على الحكومة، حزب المحافظين الحاكم هنا طلعوا العينتين الحكومة كلها أعضائها من ثلاث وزارات اللي رؤساء وزراء اللي راحوا تريزا ماي وهذا الخبل الثاني وهذا طلعوا عندهم ملايين الدولارات يسموها أعمال ثانوية، وهذا بالقانون مالتهم يمنع من تصير عضو برلمان ما لك حق عمل ثاني. زين والفضيحة اليوم انكشفت، خلينا نشوف ايش راح يصير هسه. فيا أخي لا بس هي أكو أنا أكو أخبار مطلية أكثر على الكتاب مال ملك، مو الملك هاري، هاري البرنس هاري، هذا مقلوبة الدنيا عليه، مقلوبة عزة والطام صاير هنا أنا في من ربعنا سويتش هذا. أي. مش تفيد يا أخي، ما أعرف شو الكتاب، شو الكتاب هذي. المهم بس في أكو في بعض الأكثر الإعلام والصحف. نعم. أو السوشيال ميديا تستاد في هذا المال عكر. صح. نفس هذا ابن عمنا. أي. حفلة عدي وعتبات مقدسة، طلع النجف وحفلة عدي وحفلة، إذا خرب دينك استغفر الله، أنا آسف يعني شتري شنو الفكر هذا؟ أنت جت على ما هو مدى يعرف شي يريد يا أخي. ما هي الفكرة؟ أنا البارحة شفت العلم العراقي، هسه هذا علم عراقي وراي. زين العلم العراقي له هيبته من ينحط بأي طريقة، يعني حتى العلم حاطه بالمقلوبي لا الله أكبر مبين ولا أبد، وحاط له علم مال قصقوصة هيك، يعني شو تريد تصير؟ رحمة أبوك، الله يرحم أبوك. أتمنى يسمع ها رسالتك. قاعد هو يتفرج. قاعد يتفرج. قدمنا في برنامج ثقافي علمي. ما يقدر. يفيد الشعب. وحق ربك ما يقدر. نص ساعة ما يقدر يطول بيه. تعرف ليش؟ لا. لأن ثقافته محدودة، سياسته محدودة، هذا قافل. لا. استاذ عطيه بس لحظة. نعم. وتتعلم عندك سوشيال ميديا وعندك يا أدمنية وكذا، تعلم شوف الثقافة. ما يتعلم يعني تجيب لي تقرير أخوي إهلال، أخوي إهلال، الثقافة ترى مو بالشهادة، إذا أنت ما تقرأ. أنا مفتهم يا أنا أقرأ هواية، أنا أقرأ هواية. ماكو ماشي تقرأ على عيني رصي. زين ماكو سوشيال ميديا تعلم يعني عشان ما يتعلم. ما يتعلم هذا يروح يلقط شكو زبالات ماكو.
تعال شوفوا هذا عدي هذا ماشي زين اكو فات قصه صغيره تلسكوب وميكروسكوب خلي طلع لنا الفرق بس هسه اقول لك والله العظيم لا يعرف تلسكوب ولا ميكروسكوب وش يسوون وشنو عملهم اقسم بالله يعني ثقافته يعني محدوده انا مو انت اذا حشان هل انت يعني هو هذه من تاريخ العراق انه طلع حفلات عدي وطلع الحسن مرقد الامام علي وقالت النجف هي هذه عمي آل البيت على راسنا وراس الخلفونة الحسن والحسين والعباس وعلي بن ابي طالب على روسنا على روسنا هذول خط احمر ما حد يلزمهم مثل هذه ام سوسو يقول يسب آل البيت انا ما سب آل البيت ونعل روح امي وابوي اذا ساب آل البيت اني السب آل البيت الإيراني اللي صنعوه بنفس الأسماء مال آل بيتنا اللي احنا شيعة كسرة نعم ايه شيعة كسرة اللي تاجرون بيها فهم نعم. يعرفون شون يلفون ويدورون شون يسقطون الشخص ماكو بيها فلوس؟ ها؟ بيها فلوس هذي؟ هو ده يحصل هذه لعد ليش ده يقول للناس اشتركوا اشتركوا صير منتسب صير منتسب على متشنو أموتشنو أحكي على عدي لا لا يصير منتسب على مود دولار لو دولار يعني حصل له وهذا هذا بربك أكو شيء شيء أنا صار لي هذا هذا القناة أنا سؤالي أنا تابعك صار لي فترة نعم. زين هذول اللي تابعوا مثلا إذا 100 واحد مثلا نعم الأمثال في بعض الأحيان تضرب ولا تقاسم زين اللي تابعوا 100 زين هذول المئة ليش استفادون؟ والله ما مستفادين شيء ده يضحكون عليه وحتى اللي ده ينتسبون وياه ناس على مود هسه يطلع يعني ما اريد احلف هم نفسه جماعته زين بغير اسامي ويدخلوا له على انتساب وهو ده يقول لهم شوفوا انتسبوا 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 ودعتك لعبه مبينه مكشوفه واحد ازدواجيه عنده بالحضارة بالتاريخ ما عنده غير شيء يعني ما بقى بس يقول أني كنت بغرفة صدام وأني كنت أطيل استشارات ما بقى جهاز بالأمن بالمخابرات بجهاز من الخاص أقول له يا معود بذاك الوقت أكو شغلة ذاك يوم أنا متابعت اللقاء عفوا نعم تفضل أكو فات شغلة تعلمناها من طلعنا برا نعم أكو فات شغلة يسموها security clearance إيه صح صح موجود. يعني انت مثلا مو يعني حطي اقول عليك اخوي اجبي نعم. انت جنابك تشتغل سيكوريتي نعم ماشي نعم. تشتغل سيكوريتي بستور محل زين هل انت تقدر تقدم على نفس البزنس سيكوريتي بالوايت هاوس لا طبعا اكو مستحيل لا طبعا مستحيل لا زين انت من جاي ذاك يوم اقول لي مكلب بجهاز من الخاص ما بي شيعة حشلك بيها وهذا هم الرئيس هو رمز الدولة بالضبط أكو في الديبارتمنت تشتغل صغيرة يسموها لأجل معرفة من أنت أو إحنا نسميها سيكوريتي كليرنس من أنت منو أبوك منو معروف إيش منو كذا ينبشون جد جدا وحتى لا حتى السيكوريتي أخويا هلال في عندكم في أمريكا نعم. أو في بريطانيا لازم ما عندك كريمينال ريكورد وعندك سفيريان وكل هاي الشغلات بالضبط مو يجي بالضبط. يشتغل سكيورتي وخلاص بالضبط اي فانت قيس على هذا من دي يقول خابره ولد من المخابرات دي يقول جهاز المخابرات جهاز سياسي اي نعم بي شيعة وبي سنة انا اعرفهم ما حكيناها بس هو اي بس هو رجع لا ايش قال لا انطيني واحد من السرب السرب الخاص شيعي زين شنو الفرق من افتهم لا هو ما دي يعرف شو انسان شيعي انت لسه يعني مو انت حشاك مو انت انت ليش تخربط بالسنين ما هو ده اقول لك هذا جهاز امن دولة انت ليش تخربط ليش تسمي هاي تسميات المؤخرة اللي اكبر من مؤخرته هو يا اخي ليش تسمي ارد واحد شيء عملها من خاص هاي شو لك بيها طلع اخويانا كان بجهاز المخابرات وفهمه قال له اول عد دورة كان واحد من اهل الناصرية في ذاك الوقت نعم. ماكو يمشون على الخبره يمشون على ال ايش راح اقدم للبلد زمن فاضل براك اي بالضبط بالضبط زين فاضل براك زين هسه احنا عوفنا شيء او سنه انت ليش دا تاجج الطائفيه مره ثانيه هذا تحرير ما اعرف يا اخي
تحرير. ماتت ورحت جيت عن الماتت هاي السالفة هذه. زين تحرير. عايش لك بيها. هذا العراق بعد ما بي شيء اسمه سنة وشيعة لأن شعب العراق وقع عليها. والله عرف. العظيم أنت يا صالح ثلاث أربع سنين. والله عرف. العظيم بشرفك. عرف بعد اللعبة بعد ما يلعب عليه ما شيعة وسنة بعد وداعش وما أعرف شنو نهائياً. نهائياً. هسه أنا المهم طولت شوي أنا أحكي على السريع. تعرف فينا حرقة. أنا أتمنى. سمع لا. صوتنا أنا وياك ما أعتقد غلطنا طبعاً. لا هو قاعد قدامك وقاعد تقدر. ما زين. أنا إيش أريد أريد 5 مينت خمس دقائق. نعم. ماشي. تفضل. يحكي لنا في الموضوع ثقافي. بس أحي. بس ما عندي أقسم بالله وعشرة ما راح يصعدون بس. زين تحدى. ما أتحدى أنا لأن أعرف مستوى عقله وثقافته هذا مستوى. زين أخذني على ده بعد تحدى. أخذني أنت أخوي على قد عقلي واسمعني. أخوي هلال. انت وجه له السؤال انا ما وجه له لا خذني على قد عقلي واسمعني نعم خذني على قد عقلي واسمعني وجه له رساله قل لنا يا ابن اختي طلع لنا 5 دقائق بس من البث مالك اللي هو ساعتين ونص طلع لنا 5 دقائق ثقافيه تفيد الشعب كل شيء هذه هسه رسالتك سمعها هذه رسالتك له خلي نشوف حلوه صعبه لو ما اعتقد صعبه لو هسه بعد هو اذا هو زلمه ويقول انا مثقف وكل ما هو زلمه اشهد بالله هو كل ما شهادتي بي مجروحه وهو زلمه بس اريد 5 دقائق ثقافيه يقدمها للشعب على السوشيال ميديا سهله هذه انا دا اقول لك الزلمه ما يغلط على الميت بزينب شينا ما اتصور خلينا نشوف زين وهذا رسالتك دي يتفرج عليها خلي يطلع له 5 دقائق يفيد الشعب بيها 5 دقائق بس قضية ثقافية بس صحيح ايه اني اشكرك الف هلا بك اخوي اهلا طبعا انا قلت لك بداية الكلام نعم. خيركم عند الله اتقاكم بالضبط وبعدين همي نافقت لي قلت لك خلي كل متصل طول 5 دقائق ما طولت اكثر لا تهتم ولا تهتم حبيبي حفظك الله الف هلا مع السلامة سلام للجميع مع السلامة مع السلامة لا إله إلا الله ألو نعم. ألو نعم مرحبا مرحبتين دكتور مرحبا الله يسلمك أخويا ألف هلا كيف صحتك أبو عمر الله يسلمك أبوي الله يحفظك خير إن شاء الله خير تمام إن شاء الله ما طولك بخير أبو عمر متهضات جلم قلت هسه هم بس مو بيده يحجون هالحد هاي الأبونونة لما يرغنون بدي سواه أبونونة أنا ممنون أبونونة أي يا بطلنا عمي ها عمي مو أنا قلت ما جيب طارية أنا ما جيب طارية الناس قابت تجيب طارية لأن يعني أعرف يعني حتى أنت لما وصل برنامج قدمت صدقني يا ابو عمر ده اشوفك مباشر بالتلفزيون نعم خالي اقولي باصة اقول لك خالي يعني يجبروك تحكي يجبروك اعرف والله موضوعي غير شكل هم داروها علي اول شيء تحياتي لك وبوس عيونك وعيون اطفالك الله يحفظك رب العالمين الله رب العالمين يوفقك خالك ولك تشيل علاقة نعم خال عراق رايح مثل جنابك فضلت ولا عربية مالي مكسر لا ما يخالف تاكد انا افهم ابو عمر نعم يا ابو عمر الغالي يا دكتوري يا خالي العراق صاير بعبارة من كتلة المافيات ابرو المافيات خال هذول يحكمون شون يحكمون مثل ما تفضل طبعا ده اشوف البرنامج مالك هسه انت مقابي نعم ابو عمار نعم ابن المسؤول ابن المسؤول يابا خلي احكي اني مو بس كردي عراقي مثل انت تفضل نعم ابو عمار اسوأ عندنا هم دهوك ده احكي على دهوك نعم القوي يقول الضعيف مثل انت تفضلت واحد يبوك باكيت شلينس او باكيت شغير يخلون 7 سنوات 3 سنوات بالسجن حياك اخويا فرح بس ابن المسعود يقلب الدنيا ما حد يبوه عليه لا طبعا
هذا عدالة أبو عمر؟ لا مو عدالة. ربك هذا عدالة عمي. لا ذولا كلها حرامية. أنا ما يعني ما قلت واحد أحسن من الثاني، كلها حرامية من الشمال إلى الجنوب. على راسي من الشمال إلى الجنوب رحم الله والدك. ماكو ماكو عمر. كل حرامية. أبو عمر أنا ابن دهوك تولدت بدهوك. نعم. صحيح أنا ابن العشائر تولدت بدهوك. أبو عمر ده أشوف. نعم. مثل أنت قلت مسم أنتم سمون جكسارة نحن نسميها مونيكا ولكزاز. أي. أبو عمر العجي تشوف أنا عني يفلش السيارة بالصبح أبوه يشتري له واحد غيره. بالضبط صح. أبو عمر عندك أخبار مال كردستان؟ طبعا عندك شال كردستان على رأسه. والله يتصلون يتصلون بي الوضع خربان هم هناك، بس يبقى أحسن من ما موجود في بغداد والجنوب والوسط. لا الحمد لله. شنو الموجود أبو عمر؟ الموجود أمان موجود. صح. أكو يعني شرطة أمن، أكو مكان تروح تشتكي، مو مثل العراق. أبو عمر صدقني ضف سيارتك خلي يكون ألقى سيارة بالشارع ما حد يبوه عليه. صح. يمنى دهوك بعد بكردستان غاي عندنا هاي الأمان. ايه. بس الله أنت تقول يعني في عدالة؟ ماكو عدالة عمي. لا ماكو عدالة، ماكو عدالة بكل مكان بالعراق. ماكو عدالة، ماكو عدالة لا بكردستان. أنا عراقي داحكي كردي. صح. من دهوك أبو باشر يا ريت مرة أحكي وياك مباشر صور بصور. إن شاء الله إن شاء الله. لازم أنطيني وعد. وعد وعد تدل. بس أنت تسألني لأن أنا أستحي من تلفونات وتلفزيونات. أقسم بالله أول واحد اللي حبيتك حبيتك أني تطلع وياك مرة. يعني تريد تطلع بث مباشر؟ مباشر ويا جنابك ويا ابن اختي. بطن عيني تأمرني صار. على راسي حتى اقول لك كل شيء بس انت تسألني يعني ما اعرف اذا هذا يحكي. ابو عمر الكاميرا يمي مثل برنو 17 لما يقف ويا وجهي. صعب علي ما اتحمل. ان شاء الله. فخلي يكون مباشر فاتيو. ان شاء الله ربي ان شاء الله. ابو عمر وبارت الله ارجو الخالي. اتفضل. هو مو مقابلك لا تجيب صفة هاي أنا ما أتف على أحد. هذا الطفل الضعيف يا أخي. أنا الموضوع مع الحلقة اليوم غير شكل أشو هم رجعوني عليه. أعرف بس جابوا هسا شفته قبل ما خبرك قبل ما خبر الخالي. نعم. واحد جاي أنا عرفت عاقل أعرف قضيت عمري من 92 أنا كنت في أوروبا بس راجع ب 2001 العراق ورجعت 2019. نعم. خلص مع هذا الإنسان متحرك من يمه اللي قبل حجاويك يعني يرجو منك. عرفت. نعم. عرفت القصة. نعم. عرفت القصة. خل هذا مريض والله العظيم ما عندي علاقة بيها قسما وعظما. صادق صادق بالله راس أولادي وقال طرش يالله انتزيت لك رسائل. شنو اسم أختنا المرحومة جلالة؟ تعرف شنو معنى اسمها؟ جلالة موجود هذا شلال موجود. قال تعرف شنو معنى اسمها؟ نعم معنى اسمها خال جلالة. اتفاق الأكراد كان مقر مال بارتين بجلالة. نعم. يطلع معنى المرحوم الوالد الله يرحمه يا ربي الله يرحمه موجود بجلالة. ليش نسمك أختنا جلالة؟ أنا هي هاي أختي المرحومة اسمها جلالة. إيه وجاب طاريها النقص اللي عرفت يا أخو جاب طاريها النقص. والله لخلي يدفع الثمن غالي. الله كريم خال وخال يا ريت يا ريت واني بديلك احسبها ابنك وأخوك صغير. واني راح أطلع منك نعم ما أقول ما أغلط. لا 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 تخاف لا تخاف. أنا إذا أمشي بالقانون صح القانون حبل طويل بس بالنهاية بس قال والله أنا قايل الخالي هذا إنسان مريض قسما وعظما مريض والله مريض. دخلي يابا
الكلمة اللي تاني يعطيها بس يجيب لي هذا ابو علي يدز لي ركب باله ابو علي بارك ابو المخابرات يا المخابرات ابو المخابرات يا معود هذا ابو علي سيادة المستشار مطلع قبض علي شو شغلة هذي كنت طفل والله ب83 ولا 84 كان اجي للبغداد قال شايف عايف سومر واجبوليا وياقوت وبلام وطيور قال كان هذا النزار اقسم بالله كان ديها ابو اكو اغنية كان ابو دودة واجب على بابكو خال يضحكون عليه لما رح كل مطرب كان يغني ساعة هون يغني كان بالملاهي بكل صراحة أقول لك لا يقول أنا لا ما مغلي بالملاهي لا كان يغني وين بالعتبات بالأربع أسبانين خال أنا كردية مالي مخربة عربي مالي مخربة والله كاكا اشعرفني على البلام وياقوت بأشبيليا وصومر وياقوت انت كاكا انت كنت مناضل مثلنا يعني ابص عيونك الله يسلمك الله يسلمك ايه كلك ضيط بغداد وانا احنا كلنا نضال نضال باب الاوبرا ميليا مصفوف شيراط على ايدك اليمين بالبسطالة تعرف باليدك اليمين دوالي احبك الله يسلمك والله ذكرتنا بايام النضال يعني ايام المقاومه وسلم تذكرك بعدها تعرف كان نروح كان عنده خال شو بقول مستشارين كان اكو مستشارين تعرف متطوعين انا بحياتي ولا بجدي ولا عسكري اعرفهم نعم يعني مخلصين من الجدي كان احبابي مستشاري ويلي أفواج والفرسان تتذكر خال نعم نعم أعرفهم خال عمري كذيت بعضات كان خطيئة المسيحيين يخافون من الحرب صح أبيع لهم إجازات والمتطوعين المزور هويات والمسيحيين يدفع فلوس كان فلوس زين والله مساكين بس ما يروحون الجبهة يخافون حتى فلوسهم إخوان المسيحيين أمي فقرة ذولا والله فقرة ناس طيبين قلبهم طيب أنا كلش أحبهم أنا كلش أحبهم والله أني مثلك ألف عافية ألف عافية الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك خال ذكرتنا بأيام النضال وإن شاء الله خال بعد أذكري بس أجيت برشي مباشر يا جناب نعم خال أنت تقولي ما يا رجل هولندا لا دهوك لا أربي لعد وين تجي أنا أقصى حد عندي هنا أنا بس بريطانيا والله العظيم ما أقدر أسافر والله العظيم ما أقدر أسافر لو كنت ما لو كنت أنا رئيس وعندي مزرعة أي كان الطان الجنسية وهذه وعلى حد بس مو رئيس شو سوي أقول لك فاشي الله أي عندي جرائب طبعا نعم وأنا صار لي 4 سنوات رجع المرتبة كلها وربما شو أقول لخالي بتاني مو دائما بقول أرجع لدوب أربيل ما أنني عمري مو مال أوروبا بصراحة أقول لك خال أكو فتشي خال والله العظيم قسما وعظما جرائبي من دم اللحم مو من دم اللحم يعني شوية بعيد مني نعم. أعرف كل زين من هولندا عنده جنسية عنده جنسية خال سحبوا جنسية ماله خطأ بالكلام كما طار البيل لا هي الجنسية مو كتاب أقسم بالله لا ما هو مكيف أنا أمريكي والله جرب قلم خالي أنا بس تفتح حين عندي جنسية شنو هادية مثل ما أنت فضلت هدية من الملك ايش يسويها يشبلجوني ويخلوني رأسين يسحبوها عبد ما بيها شك ما طولك القانون استحبوا من جرائبي القانون الامريكي او الاوروبي او الاسترالي اذا انت ما مولود اذا ما مولود احنا قاعدين ملك عندنا الملك عندنا وعندنا جنسيات اذا تفتح القابلة شوف لك جنسيات قسما وحظما بيمهم بالثانيات يسحبون اي ما هو مكيف خلاص اخذتها وخلاص
الله الله كريم. مو مصدق من نفسه. الله. مو مصدق من نفسه. ما يخالف خليه. وثاني شيء هذا إنسان مريض والله العظيم مريض. الله بسيطة بسيطة الله كريم. يخال فتشي الله هذا. نعم. ده يطلع ما أقول فتشي أم العين ما أعرف أم العين شنو. أم سوسو أم كليتشة. ما أعرف. أم سوسو أم كليتشة. لا ما عدا أم سوسو أنا. اي هاي مو رجت له بس هذا ام العين عين شنو عين يعتبر من العين روح الواجم لا ادري اني ام عين اني راح بالي بغير مكان اني نيتي دائما وسخه زين حرف العين هو قصدي هام. بدايه هو قصدي هام. اي بدايه شو اسمه ولا وانا متوضي استنى لما يحكي يقول اني مطرب معروف ابني انت ايش مطرب معروف كانت تغني بالملاهي سومر واشبيليا وياقوت وبلام واكو ملاهي باندلس ليالينا الاندلس وبكويت اكو مطعم كان اسمه كويت شارع سعدون نهايه شارع سعدون وقصر الخلفاء سابقا المصبح هو حاط قرب كاظم الساهر دعوفه للرجال راح يعني الرجال يعني يطلع كاظم الساهر قيصر العراق يجاوب عليك انت شو مصيبه قال احكي لله نعم قضيت عمري بالثمانينات ببغداد كل شهر اجي اصرف فلوسي خال بس أنا ما شايف كاظم الساهر يغني بالملاهي لا 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 الله شاهد لا الله شاهد لا والله العظيم حتى تعارفي تعارفي لا هو يمكن حسام الرسان طفل ما شايفه بلي أنا شايف مي وحيد والله العظيم والله العظيم رحت المسرح ركزت بكل صراحة يبتوي الثاني رحت على المسرح بلي اي انا يعني كاظم الساهر متعرفت عليه اتذكر يعني ثمانينات فندق بغداد فندق بغداد تذكره قال اكو اثنين فندق بغداد اكو بالشارع سعدون بالفرع مطبخ مالك كان وراه بالضبط هناك اول شو خبير خالك اي انت طلعت اضرب مني خالو بلي مناضل قديم يعني هسه انت عندك اعلى رتبه بلي. اعلى رتبه ابني ابوي قال لي لو كان تمام ديكر بدي املك ربع الكردستان الله يطول بعمرك ويحفظك ويا حورك واطفالك الله يحفظك الله يحفظك الله يبارك فيك انا مو باوروبا عايش على اوروبا بكل صراحه اقول لك الله يبارك الحمد لله بخير بندوك خال بس يا ريت نعم. عزمك بدهون لو هولندا خال وين باطل والله ما يخلوني أسافر أقسم بالله ما يخلوني أنت ما شفت الفيديو على الحدود الفرنسية وقال أنا شفته أي يا خطي مثل ما ولدي القبر يطلنا أو الشوارة بوجه أنا تقدر تطلب الفيزا وتسافر يا معود مو على موجه أنا حتى شايف التصبر مالك والله ترابل دوكيومنت ما يسوى فلسين اعرف خال بس تقدر تسافر باوروبا والله يا اخويا ما ادري مسوي لي حظر هذا المستشار مال المزرعه قال لهم هذا ما يسافر خال مو غير اخليها هاي مو اسلوبي غير اخليها اللي تلبسها اخليها لا معود الله كريم الله يخليك ابويا الف شكر على تليفونك خال مو مستواك ما يخال الله كريم تعيش ابويا انت الناس تخاف راسي بس خال شوي خال ده مرات خال خابرني مرات اخابري انه مرت عليه صار ابويا والله العظيم اريد اتونسك والله العظيم حتى انت يعني خال ما نفكر بالغربه يا رب ان شاء الله ابويا انت الله يحفظك ابوس عيونك عيون اطفالك عراق وصدام على راسي الله يسلمك راسك سالم ابويا انت الله يحفظك الف شكر على راسي خال هلا بيك هلا بخال هلا 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 الله ايام الطيبين اولاد الخير يعني هاي هذا عراقنا كردي عربي ما اعرف شنو ما كنا نفرق
انت جيت وزرعت هالطائفيه وهال هال كان خليتونا على هالونسه وعلى هذا ما شنو شيعي شنو سني شنو ما اعرف شنو لك والله عيب عليكم عيب عليكم. خلينا نجاوب التليفون. الو نعم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. دكتور شلونك؟ الله يسلمك ابوي. دكتور سؤال افتراضي. تفضل. نعم. لو كنت انت بعمر 20 سنة وبعام 2023 وبالعراق وتحت الظروف الراهنة. ايه. شلون كنت تتأقلم بهالاوضاع من الناحية الاجتماعية والشخصية؟ والله اقول لك الصراحة. انا دا اشوف صورتك. نعم. شاب ما شاء الله عليك الله يحفظك لأهلك. رحم الله عليك تسلم. أنا لو كنت في مكانك وأنا دا أعرف على شنو دا تحكي أدير وجهي وأطلع. نعم. خلي أقول لك يا بصراحة ليش؟ لأن أولا من الشخصية أنا دا أحكي لك أنا دا أشوفك. نعم. أنت شاب. نعم. حلو مرتب. العراق ما راح يسوي مع احترامي لك براس الخير. أطلع بعطولك بعدك صغير. نعم. تأخذ لك جامعة تأخذ لك كذا تتعلم عقلك ينفتح اكو بلد يحترمك رغم احنا مثلا مرات ما يعجبنا فلان وهذه بس اكو هذه اكو قانون هنا احد يعتدي عليك اكو شرطة اكو مخابرات اكو امن اكو كذا. فنصيحتي لك ابويا وابني انت اذا تقدر وعندك القابلية اطلع اطلع نور نفسك وعيش حياتك لان بالعراق ماكو مستقبل. والله يا دكتور هذا الشيء اتمناه يعني او طموحي يعني بالمستقبل بس تعرف انت يعني بالعراق اسمني رحب بيك لجوء ماكو لجوء يعني شلون اطلع ما اعرف. والله يا ابويا ما اقدر احكي لك على الهواء بس شو اسوي لك بس هذا يعني من اب لابنه يعني انت عمر اولادي زين رحم الله والديك. انا اتمنى احاكيك بالخاص يعني مكالمه اطلب منك طلب هو مو مادي بس من ابن لابوه ابن يطلبه من ابوه. اعمرني. لا بالبيت ما اقدر يعني يجوز اسيرك حراج. لا انا ما عندي احراج باي شيء. رحم الله والديك. انا من زمان متابعك واعرف انه صاحب بزنس و نعم الحمد لله اشكر الله يرزقك ويوفقك. قول اعمرني قول. الو. يعني اكو طريقه مثلا فيزا مال عمل الدزلي وانا هنا لانه انا اعرف اللجوء اقامه عمل او سياحه. صح. يعني اكو طريقه هيك تقدر يعني في بريطانيا من اب الابن. والله من اب الابن راح اقول لك نصيحه انا ما انصح ادوي. نعم. يعني انت بعمر اولادي وشاب حلو وراقي ما انصحك تجي على بريطانيا هذه اولا زين ثاني. نعم. ثانيا. نعم. هنا انا كاجنبي ما لي حق حتى لو املك 5000 شركه زين ما لي حق ما طول جوازك عراقي انقطع ترى من عندك اخويا انقطع من عندك اسف دكتور فصل اي انقطع فصل من يمك اي ما طول جوازك. نعم. عراقي فانت عليك اكس اذا تقدر من يا ناحية لا هو الجواز العراقي ما مرحب به بس راح اقول لك شغله اعرفها لا لو كنت حرامي حشاك حشاك لو كنت حرامي من دول اللي بالعراق لا يطوك فيزا ويطوك كل شيء اقامه وجنسيه وكل شيء يطوك. نعم هذا كلام بريطانيا لو اوروبا كلها لا لا بس بريطانيا دا احكي لك هذا بلد الحراميه يعني احكي لك اياها بالصدق اطلع. نعم. اطلع اما الاخ هنا اخت هنا ليلى تقول لك اطلع سويسرا كندا زين اذا تقدر توصل هناك اقدر اساعدك اساعدك تبلش بحياتك يعني يعني بطريقة معينة اني شو اسمه ترى انقطع من يمك اخويا والله العظيم دي انقطع من يمك اساعدك بطريقة معينة تعيش حياة كريمة وتعيش معزز مقدم يعني بالعراق تعرف الوضعية اي بس انا دا اقول لك اذا
بريطانيا والله ما انصح عدوي يجي بيها. زين فيا ريت يا ريت تروح على كندا سويسرا، هذه بلدان محترمه. زين اي بلد اوروبي ثاني اي هناك انا اقدر اساعدك، بس بريطانيا هنا بريطانيا هنا والله ما انصح عدوي يجي بيها. يعني انا لو الامر لو والله الامر بيدي ما ابقى ثانيه هنا، ثانيه واحده ما ابقى بيها، بس اسوي؟ اعرف والله اعرف اكيد. اي مكان خطيه برقبتك، وهذا بث مباشر، توصل اتصل وشوف ابوك عمك شلون راح يوقف وياك ويصير خير. والله معروف والله تأمرني أمر. بس أنا مشكلتي أنا طالعة هي البداية، لأنه تعرف يعني مثلا من أقدم هناك سياحة أروح وبعدين أقدم لجوء أو فيزة دراسة أو شنو، يعني أنا أساس إعدادي. إذا تقدر حصل أنا أصلا ما عندي طموح أطب كلية، لأنه أقول حرام أضيع 4 سنين من حياتي. لا 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 ما راح حتى ترى شهايد العراق فلسين ما يشتروها. زين فليش دقلت أنا دا أشوفك شاب مرتب، اطلع خلص هذه 4 سنوات 6 سنوات جامعة شو اي كلية تدخلها، على الاقل عندك شهادة من دولة اوروبية او دولة عالمية معترف بيها، حتى لو سافرت رحت جيت دولتك معترف بيها، شهادتك معترف بيها. العراق فلسن ما يشتروا، يعني صرنا احنا يعني في قعر العالم، لا بشهادة لا باخلاق لا مافيات عصابات ما حد. فإذا أنت تريد تكون نفسك أبويا أطلع أطلع خلص نفسك. زين وتوصل بمكان يصير خير. أنا ما أقول لك بس كل اللي أقدر عليه أسوي لك يا أسوي لك يا، لأن أنا أحب الشباب اللي يحب يدرس أو كذا أنا ساعدهم. الله يسلمك الله يحفظك الله يبارك بعمرك أبويا ويحفظك الله ودير بالك على نفسك. رحم الله عليك الله يسلمك الله يطول بعمرك. أنا والله مو حرام هذه الشباب الحلوة غصبا عليها تريد تعوف البلد وتروح بغير مكان وتتهجول على مود دولة، هذه الشلة الحرامية والسفل اللي الجهل اللي حاكمين العراق، والله العظيم ما أعرف شلون واحد يحكي. قالوا نعم. ألو نعم. مرحبا بك دكتور، شلونك؟ أخوي صوتك ترى مو واضح. هسه واضح دكتور؟ إي تفضل. شلونك دكتور صحتك؟ الله يسلمك أبوي الله يحفظك. يحفظك الله يبارك بعمرك. دكتور عندي حقيقة نقطتين أريد أشارك بيها. نعم تفضل. دكتور الشغلة الأولى مات الوفد الكويتي. نعم نعم الوفد الكويتي من جول البصرة، يعني الحقيقة يعني قبل أن تنطلق البطولة قبل تكون يعني نعم. نفسهم المواطنين الكويتيين زاروا البصرة نعم اقترحوا يا ما شوفوا يا مجلس الأمة شوفوا يا وزارة الشباب الرياضة شوفوا شان البصرة شان مسوين وشان عمرين وطالعين من حرب. نعم. شو شان مسوين ملاعب الكويتيين من جو الوفد مالتهم الوفد نعم. الرياضي نعم. سووا هاي الملعوبة على مود ديبينون انه هم يعني لا يبينون انه تقصيرهم قدام شعبهم لا يتخزون نعم. فسووا هاي الملعوبة مال الحش السامع مال كلاوتشي بس ايش اقولها والله عيب عليهم والله عيب عليهم اي لا عيب وهسه طالع هذا العيتين اللي شقوا مخباتي وباقوا الفلوس على اساس لقيتها يقول ما يستيها على نفسه. ذول اهل البصره الطيبين ذول اهل الضيافه والمضياف، انت تيجي مخباتي وبقت استحي على نفسك عيب عيب. حتى خزيت اهلنا الطيبين بالكويت زين شنو فود الخليجيه البقيه ما صار لها هذا الاشكال ليش بالذات ويا الكويت اخوي هذول ناس مدفوعين تشويه سمعه دولة هذا الشيء شفته حقيقة. إيه أهل البصرة معروفين يعني من زمان من الله خلقهم ناس طيبة بسطاء مرحين
يحبون الفرح ويحبون الطرب ويحبون الشعر يحبون الضيافة. فواحد مثل هذا ما راح اولا ما راح ياثر على البصره ولا راح ياثر على اهلنا في الكويت. زين في كل مكان اكو شواذ، فهذا لا محسوب ولا نقعد احنا مثلا نقعد نحكي غلط على اهلنا في الكويت ولا اهل الكويت راح يحكون غلط على اهل البصره. ما تصير هذه، دائما اكو شواذ. كثير عرضوا طبعا ناس كويتيين هواية بالسوشيال ميديا، لا ناس طيبين كويتيين اتصلوا ودزوا لي رسائل حسب علينا ابو عمر. قلت لهم لا يا ابا احنا مخوه ما نقعد شو اسمه نحط الناس كلها بسله واحده ونقول الكل مو زين. عيب، لا هو هذا واحد تعبان حال التعبانين اللي عندنا. دكتور وتعليقي شغله ثانيه على ذات النصردين، منو فرس النهر؟ هو نصر الدين، ماكو غيره. هو فرس النهر، ما ماكو غيره. هو اكو غيره؟ وانا اسميه نصر الدين. ما شاء الله صغيره. والله الصراحه انا اشوف انطينازي من حجمه. يكون واحد شو يسوي؟ واحد مرات يضوج بيش يتونس، يشوف له فرس نهر، يشوف له مزرعه، يشوف له ثلاجه، يشوف له مستشار، سياده العميد، ام سوسو، ام اعرف منو، ام الماليه، مسوي له دوله وقاعد مزرعه ويفتر بيها. ما اعرف هاي يطلع وياي ليش ام الكليتشه ما شو اسمها؟ اي ام سوسو كليتشه. اللي تقول هي قاعده تدور علي، خليه يجي لندن. انا ضمت لاني اني بالش اسمه بالميدبل حتى ما تعرف تتهجاها وتلقيها جنسيه بريطانيه. وانا دكاترة وخوال معود هذول الناس التعبانين. استاذ بس شغله صغيره الله يحفظك، شغلات الهجره واللجوء انا لاحظت شغله معينه صغيره يعني بصوره عامه. نعم. اكثر دي ينطوهم جنسيات والجرين كارد اكثرهم اللي عندهم يعني الا اللهم عمل او شغله او مرض نحكي طائفيه ويا ايران او هيك شيء. شوف يعني هاي الشغله دا لاحظها يعني خصوصا بامريكا وكان باوروبا سياسات بالذات امريكا. سياسات الدول تختلف حسب سياساتها ويا الدول الاخرى. يعني قبل ما تبقى ايران وتدز المسيرات الروسية ما حد فتح حلقة على ظلم ايران على حقوق الانسان ابد. بس من صار الشغلة روسيا وبدت المسيرات تروح هناك، هسه يريدون حطوا الحرس الثوري قائمات حطوا على الكباب، امريكا حطتها، كندا حطتها، بريطانيا واوروبا راح تحطها. فانت حسب سياسات الدول. فأنت تجي في وقتنا احنا بالثمانينات التسعينات العراقي يجي بس قول صدام حسين طوب الطوك اللجوء، بس قول انا مضطهد طوب الطوك اللجوء. هسه انت تطلع اي قصة تقول لهم انت كعراقي مرفوض. ليش؟ لان مستفادين من العراق، اكو نفط، اكو حرامية، بنوقهم متروسة، شو لو شو اشتطيهم دلائل ما يطلق. شو يقولوا لك؟ زين يقول لك عندك فلوس تعال استثمر نعطيك فيزا انفستر فيزا. زين يعني هذا الفيزا مستثمر. استاذ لطيف قبل 6 أشهر صار موقف عندنا 2 أصدقائي. نعم. حقيقه طلعوا للاردن سووا مقابله بالسفاره الامريكيه. نعم. واحد من عندهم يعني من طائفه معينه والثاني من طائفه معينه. نعم. بس شنو السالفه؟ يعني ذاك الشخص قال ما يسافر تاكسي. قبلوه والله العظيم قبلوه وفيزا ونطوا هذا، وذات الثانية يعني اخذوا من عنده 330 دولار ورجعوا مرفوض. هو مزاجات ويقرون، ترى دول اللي يسوون انترفيو مقابلات ترى يقرون للبشر زين وحسب مزاجهم. يعني هنا نتصور الاميجريشن او الهوم اوفيس يعني المسؤول على دعاوي يعني اللجوء والشغلات هذه، يعني اصدقاء وشفتهم طلعوا حتى بالتلفزيون البريطاني يقول احنا نشتغل على المزاج، مرتاحين بالليل نقعد الصبح فرحانين، نروح نطلع الملفات موافق 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 حتى بدون ما نقرا شنو اللي مكتوب. اذا ضايجين والمره ما مسويه شيء ويانا بالليل ومدفور دفره اقعد الصبح مرفوض مرفوض، يقول حتى بس يقول ما اقرا الملف. يعني طلعوا برنامج كامل عليه هنا،
يقول بس اشوف الصوره ما عجبتني مرفوض. موافق ان شاء الله. زين والله العظيم هيك يتعاملون ويا الناس، ترى ما يهمهم لا حقوق انسان ولا بطيخ. فاحنا ليش يعني بنسوي هاي حركه 96 حتى نوحد العالم وخلص؟ استاذ هذه حركه 96 69 قصدي. هذا الاساس الرفيق المناضل الرفيق المناضل عبد القائد هزاع. المناضل هزاع استاذ. طبعا هي حركه 69 طبعا اي يعني الفكره القوميه مالتهم هي 56 برو ماكس مو 56 عادي 56 برو ماكس. يعني الاستاذ اكو فد طبعا نقطه اللي حبيت اتطرقها وطبعا نسيتها بالبدايه. الاحظ طبعا ايران واللي ديجن يدون بيهم مثل هذاك اللي النصر الدين وغيره وغيره شو يسوون؟ فرضا يجمعون الاشخاص الوطنيين يجمعوهم تحت يعني خلوهم جوا ايديهم. نعم. على مود من تصير الهوسه اول ما يطقوهم هم يغدرون جماعتهم يعني عمود ما يبقون اي صوت وطني بعدين. ما هو هاي شغلهم. يعني كيف شلون وصلت الفكره استاذي؟ يعني هسه اكو بالمنطقه حراميه. نعم. وفرضا اربع خمسه شرفاء يتبرى واحد من الحراميه يسوي نفسه شريف بالظاهر هو من جوا اللي جوا متفق وياهم. ما هو هذا. يجيب ذول الشرفاء ويتحد وياهم واني وياكم وما ادري شنو يستدرجهم لان يغدرون بيهم. وهكذا. ما هو هذا شوف هذا دي يلعب لعبة كلش خطرة وراح يدفع ثمنها صدقني راح يدفع ثمنها بس الله العالم. بس اصبر لها شوية ان شاء الله خير. ان شاء الله ابوي الف شكر على التليفون. تحياتي لك دكتور. الله يسلمك. تصبح على خير. مع السلامة ابوي. طبعا هذا كان اخر اتصال. أنا آسف على كل الاتصالات اللي ما رديت عليها لأن اتصالات كثيرة والأخوة الطيبين أخواتنا الطيبات كانوا معانا. ما نقول غير الله يحفظ العراق وكل طيب وكل شريف. ومرة ثانية أشكر هنا في البصرة اللي رفعوا راسنا. هذا العراق، هذه طيبته، هذه أخلاقه. ولازم الشواذ نقلعهم نكشفهم ونراويهم مخازيهم للعالم. حياكم الله أخواني وأخواتي وتصبحون على خير أنتوا وعوائلكم الكريمة. شوفكم على خير. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق.